ما حسيت انت هيك مشروع بده كلفة مالية كبيرة وبريسك عالي نصنع فرق نقدم نموذج الله بيس. نحن اول معهد بلبنان ادخل عالم الجودة الى التعليم المهني والتقني واول معهد اخذ الايزو 9001 ضمن تطبيق الشروط ولا ضمن دفع مصاري تدرس مين. او بالواسط يعني مين عم يراقب عليك مين بيصلح لك مسابقتك هل بيسترجوا يصطوك يعني طيب الحبل على الجرار اذا بدك نقلب بالعكس فاذا طبيعه الاختصاصات المهنية هي اختصاصات مطلوبة بسوق العمل أي طالب عنده الحافز التعليم المهني والتقني بيقدر بسهولة يوصله أنه يبلش شغل أول معهد بلبنان فتح اختصاص الإخراج في اختصاصات سمت عليكم هاي سمت علينا مثل ما تفضلت يسلم تمك هل ممكن نشوف نحن طالب عم بيعلم بالمعهد كم فرع عندكم بلبنان؟ الأمنية وهون اسمح لي أتوجه يعني بالتحية لكل أهلنا الصامدين نحن السنة الماضي جبنا 10 أول معهد الوحيد اللي جاب اعلى رقم يلا هالموضوع بيزد علي شويه ضغط مين بيوجع الراس اكثر نسبه النجاح بالبكالوريا الفنيه الاصل هو بحسن الاختيار في طلاب ما بتحفظ بالنسبه للاقساط اللي عندكم قديش الاقساط بشكل عام حضرتك اعطيت مثلا من شوي عن القطاع عن القطاع الفندقي في يقول بكل يعني هيك يعني موضوعيه ومصداقيه نحن ما بنقبل يكون اذا كان العائق المادة هو جدة ما بنقبل انه في طالب ما يتسجل عندنا بالمعهد بسبب يعني ازمة او مشكلة مادية كل شيء بيلتقى له حل بنتعاون مطرح ما لازم نتعاون فينا نعمل جست من خلال هالبرنامج لاختصاص معين هيدي السنة تواصلوا معنا نحن بنقدم لهم منحة كاملة 100% الهدف توعية البيئية الهدف انه يكون في عنا موظفين بيعرفوا بالشروط والقوانين بيعرفوا بموضوع الفرز والتمر بيعرفوا بموضوع اعادة تدوير النفايات بيعرفوا بموضوع اعادة تكرير المواضيع المياه المبتذلة والاهتمام فيها بيعرفوا بالشروط الصحية اللي على اساسها هون مسموحين عمل هيك او مش مسموح